يقول عبد الرحمن الكواكبي: الاستبداد ريح صرصر فيه إعصار، يجهل الإنسان كل ساعة شأنه، وهو مفسد للدين في أهم قسميه أي الأخلاق. أما العبادات منه فلا يمسها لأنها تلائمه أكثر، ولهذا تبقى الأديان في الأمم المأسورة عبارة عن عبادات مجردة صارت عادات، فلا تفيد في تطهير النفوس شيئا، ولا تنهى عن فحشاء ولا منكر لفقد الإخلاص فيها تبعا لفقده في النفوس التي ألفت أن تتلجأ وتتلوى بين يدي سطوة الاستبداد في زوايا الكذب والرياء والخداع والنفاق. ولهذا لا يستغرب في الأسير الأليف تلك الحال أي الرياء أن يستعمله أيضا مع ربه ومع أبيه وأمه ومع قومه وجنسه حتى ومع نفسه.